yes, my clitoris, the most sensitive areas موجودة وفي السيركمسيشن الجميل بيبقى صداع مع ده، عشان كده منعوه وعشان كده حرموه. ادي حاجة. بعدها هنا هو ده الفيستيبيول ورا الكريتوس الميديت ده فتحة اليوريثرا، ودي مهمة جدا لازم تعرفها، لان انت لما تشتغل انت هتحط قسطرة، واحدة داخلة سيزيريان هتركب لها قسطرة، واحدة قبل العملية بتاعت اليوريثرا هتركب لها قسطرة، تبقى عارف ان الكريتوس وراه على طول اليوريثرا. وبعد كده الفاجينا، والفاجينا ديت تعرفين في الفاجن بتبقى جواها الايه؟ الهايمن. بتفتح في هذا الفيستيبيول دهوت في الفيستيبولار جلاند وفي البارسولين جلاند. ده ترتيب الاكسينرجي تاجي ان جنرال. انا قصدت الحاجة واحدة بس عشان تعرف مكان اليوريثرا فيها. لأن أنا لما كنت في امتياز وأول مرة أشتغل معاهم، فإيه يقول لك إيه؟ ركب لها قسطرة. ركب قسطرة فين؟ مش عرفني أنا. فأقول للحكيمة ركبي لها قسطرة أنت. أنا مش فاضي. أنا مش عارف. أنا مش عارف. بس أنا عايز هي تعملها اللي هي عارفاه. واجي وراها. أقول لها وريني هتعملها إزاي؟ الاقي ان الست اللي هي الكليتروس تيجي في المسدة الفاتحة، قال لي لازم تيجي ندخلها القسطرة، اقول لها صح كده. ايوه هتقابلك المشاكل دي كلها. فأول حاجة تتعلمها هتحس انك انت جاهل، اليوريثرا مش عارف مكانها فين. لأنك انت ما ركبتش القسطرة قبل كده. فعشان كده أنا هاي قصدت الحتة دي بالذات عشان تبقى عارف فين فين. طبعا انت مش هيهمك ركب الاثار ركب الاثار حط الاثار، مش مهم فين، مش مهم تجيب بول ولا لا، مش مهم، بس انا ركبت الاثار. اه ركبت الاثار. لا لا لازم حتى الانجكشن، الانجكشن العلم في الخاص مش بتعلمه الا من حكيم على فكره. السيستم الموجود انا اتعلمته من السيستم، نفس القضيه ونفس الترتيب. حقنه في الوريد، لا بص انت حقنه عشان مش فاضي انا دلوقتي. انا هربط لك البتاع فوق واشوف كده ايه هتديها له كويس ولا اربط لها البتاع ده واعملها الوريد ينتر، تجي هي داخله ايه في الوريد ومديها لهم. خلاص عرفتها. بعد كده بقى ده انا اربط واعمل وادخل مره في مره بقيت بروفيشنال. وهكذا تعلم بالطريقه دي. طيب ادي بالنسبة للبوني بيلبس، أنا عندي البوني بيلبس بيتكون من حتتين، من واحد دي هيب بون
هيك مو واضح اللمبه عاد انت صح. طب ومين زي بعض؟ لا مش مهم اشوف هذا مش مشكله مش مهم المهم انا مش شايف انا ده هيك بون اهي وادي هيك بون اهي الهيك بون ده هيك بتارتكليت مع السكره من الخلف في جوينت اسمها الساكرو الياك جوينت وادي ساكرو الياك جوينت والاثنين هيب بون ارتكليت انتيريورلي مع سيمسيس بيوبس. الهيب بون نفسها فيه الاليم وفيه الاسكيب وفيه البيوبيك بون والثلاثه ارتكليتنج مع بعض في الاستابيلا. وبص ايه كل هيب بون لها جريتر سابق نوتش لها اسكيب سباين لها ليسر سابق نوتش والاسكيب سباين ده هو اتاتشز ليجامنت للسيكرام ساكروسباينس ليجامنت والاسكيم ده هو بتاع ده اتاتش لهذا السكرم برضه بساكرو تيوبراس ليجامنت في ساكرو سباينس ليجامنت ساكرو تيوبراس ليجامنت الكلام ده انتوا عارفينه؟ سهل ولا اشرح تفصيلي؟ ولا هو كده سهل؟ ها؟ تفصيل عادي؟ طيب يبقى انا عندي الهيب بون نفسها في الاسكال سباين ده يبقى في ساكرو سباينس ليجامنت وفي ساكرو تيوبراس ليجامنت وده جريتر سياتيك فورامن لسه سياتيك فورامن الاستراكشر بتطلع من البلدز تدخل في الجريتر سياتيك فورامن وتيجي معديه ورا الليجامنت وتيجي داخله في لسه سياتيك فورامن عشان تدخل الايه البلدز تاني والبريميوم تمام ده الايه؟ البونز فورمينج البلبس. طيب البلبس ده عباره عن انلت اللي هي الفتحه اللي هي لما تخرج وبعدين الكافيتي وبعدين من ان هو الاوت لو بصيت لاترال فيو هلاقي السيمسز بيوبس اهي وادي السيكرم اهو وادي الكوكسكس اهو وادي الفتحه اللي هي دي الانلت اوف ذا بيلفس وبعدين ده البلد الكافيتي وبعدين دي الاوتلت اوف ذا بيلفس مدخل البلفس اللي هو ده مدخل البلفس ده هو باوندد بايه؟ ابص الاقي البرومونتر بتاع السيكرام الحته البارزه من السيكرام ده هي في اول سيكرال سيجمنت ده هي بيسموه البرومونتري برومونتري اوف ذا سيكرام حته البارزه بقى فبتبان بارزه هنا اهو وذلك البرومونتري بتاع السيكرام وبعدين في لاين هنا اهو اسمه الاليو بكتينيال لاين وبعدين السيمسيس بيوبس اليو بكتينيال لاين وبعدين برومونتري وبعدين اليو بكتينيال لاين سيمسيس بيوبس ده الاندت اوف ذا بيلفس بيسموه بيلفيك برام زي ما يكون في حله فتحت الحله من فوق هي ده البلبل برام ده الاند مدخل البلبس هم الداخل بيخوفني من فوق انا قلت هيضربني فلقيته دخل على الكرسي فقلت الحمد لله فايه ده البلبل بلبل برام مدخل الاند اوف ذا بلبس وباوند البوستيريور فورموندر اوف ذا ساكرا اليو بكتينيال لاين سيمسيس بيوس من قدام وادي ادي اهو المدخل اهو سيمسيس بيوس من قدام والبرومونتر بالسكرة ومن الجنبين اللي بيستني الله هذا اللي ده هو شكله كده اهو ادي البرومونتري عامل شويه بروز وادي اللي اهو اوفر ان شيب ابص الاقي الانتروبوستيريور دايمتر من البرومونتري بتاع السكرة لغايه الابر بوردر اوف ذا سيمسيس بيوبس ده تقريبا ده الانتروبوستيريو دايمتر وده تقريبا 11 سم الانتروبوستيريو دايمتر من البرومونتري بتاع السكرم ده لغايه الابر بوردر اوف ذا سيمسيس بيوبس
الاكسيول ديامتر بتاعت الميلي. الترانسفيرس ديامتر المسافه ذا وايدست بارت اوف ذا بيلز ترانسفيرس ديامتر، ودي اوسع حاجه 13 سم في الالي. ويدو بليك ديامتر من السافرويليا جوينت دهات لغايه منتصف الالي 300 ايمن الصناعه. ده الاوبليك لاين او الاوبليك ديامتر. الاوبليك ديامتر ده 12 ده 13 وده 11 ده الالي اوف ذا بلبس المعريض الالي اوف ذا بلبس الالي اوف ذا بلبس. تمام. المشكله مش كده، المشكله ان الانتر اوستيريور ديامتر ده ما ينفعنيش في حاجه، مش هقدر اقيسه انا كمان، مش هقدر اقيسه وما ينفعنيش ان هو يعني السيمسز بيوفز ده هي حته هنا اهو، لكن دي بايظه من ورا من اهو كده اهو وبايظه من قدام من اهو، فهنا 11. طب هنا الحته ده اهي الحته دي ما بين الباب بتاع السيمسز بيوبس وما بين البرومون اقل من 11، ودي دي هيدخل فيها راس الطفل، وراس الطفل هتدخل من هنا من ال ده راس الطفل داخل من هنا وهتمشي هنا هنا اديه. ده بيسموه اوبستريك كونجوجيت، ده تقريبا 10 سم او اقل من 10 سم برضه مش هيتحس، ما اقدرش احسه بصبعي. لكن لو انا عملت في في ودخلت صبعي كده اهو واوصل للبرومونتري ده اهو واقيس المسافه من هنا اهو لغايه البرومونتري هعرف صبعي المسافه دي طولها ايه. ولذلك ما بين البرومونتري وما بين اللور بوردر بتاع السيمسز بيوت ده اهو بيسموه ديامتر ده دياجونال كونجوجيت ديامتر، وده تقريبا 13 سم 12 سم، هتلاقي فيه كتب 12 سم 13 سم. لكن انا اقدر احسه، اقدر احسبه بصبعي كلينيكال، ادخل صبعي كده اهو من بعمل بي في بي في اهو لغايه ما اوصل للسكره. طبعا صبعي هيبقى كده اكبر من كده، واقيس المسافه من صبعي لغاية البرومونت اللي انا حاسه هيبقى ده الدياجونال كونجوجيت، ده اللي اقدر احسه. لكن الدياجونال كونجوجيت برضه مش هو المهم، لان المهم اللي جوه مين؟ الاوبستريك كونجوجيت ده، لان هو ده اللي هتدخل فيه الراس. انما اللي انا المسافه اللي انا هحسبها ديت انا هحسب مسافه بعيده كمان، يعني على سطح. انتوا فاهمين قصدي ايه؟ فالال ده هو ذا موست امبورتنت ديامتر تو بي استيميتد از ذا اوبستريك كونجوجيت، ويجولي 10 سم، وبالتالي لو اقل من 8 سم ده الراس مش هتعدي، الراس مش هتعدي، لان الباي بارايتال ديامتر بتاع راس الطفل ده بارايتال ايمنس بارايتال ايمنس 9.5، والراس ده تدخل بالعرض الراس، يعني الراس وهي داخله ادي بتدخل بالعرض كده اهو، ادي مؤخره الراس وادي الوش بتاع الطفل ونازله بالعرض. فاللي هيهمني مين؟ الباي بارامتر ديامتر ده، الباي بارامتر ديامتر اللي هو ده هينزل هنا اهو وتسعة ونص، لو ده 8 مش هينزل خلاص، مش هينزل ولا انتوا فاهمين حاجة، هيبقى دي كونتراكتد انلت. وخدوا قاعدة ان جنرال، لو جات لك ست وانت بتعملها اسيسمنت وعملت بي في وصبعك حس البرومونتر بسكرة، هذا البيفز ده كونتراكتد، لان صبعك لا يمكن يوصل للبرومونتر بتاع السكر. لو بتعمل بي في والبرومونتر بتاع السكر ومحسيته بالبي في ده كونتراكتد بيلس،
من غير ما تتفاعل. قيس قيس زي ما انت عايز تقيس بعد كده، لكن في دماغك ده كونكاتب ايه؟ انمنت. ده مش طبيعي. يعني هذا ديزيز دايجنوز ولا بس ستيتس؟ ها؟ هذا ستيتس ولا دايجنوز؟ الايه؟ كونتراكتد بيلفيس ده ديزيز وفيري لارج كاتيجوري. يعني هتاخدوها في الايه؟ في النساء كونتراكتد بيلفيس ده موضوع ضخم جدا لان فيري كومن. انت بتعمل سيزيريان ليه؟ احد اسبابها البيلفيس كونتراكتد يعني ضيق. الراس مش عارف صعب تدخل. فالكونتراكتد بيلفيس ده ديزيز. والكونتراكتد بيلفيس ده يا اما كونتراكتد اوتلت يا اما كونتراكتد انلت. يا اما الكافيتي يا اما الكونتراكشن من هنا كونتراكتد انلت يا اما الكافيتي كونتراكتد كافيتي يا اما اوتلت كونتراكتد اوتلت. كونتراكتد يعني ضيقه. والموضوع كل الكونتراكتد بيلفيس ده كاتيجوري كبير جدا. كونتراكتد بيلفيس ده فلو انت عملت بي بي وصبعك وصل برونتو سيكرم ده كونتراكتد بيلفيس. ده بيلفيس ضيق. ده فيه مشكله. ده الراس ممكن ما تدخلش خالص تحت اي ظرف على طول. لو عملت بقى بالبرامج بالالترا ساوند واس بقى البوم الحاجات ديت هتشوف بقى الايه الاوبستريك ده جمال ده وتشوف قد ايه. المشكله برضو مش كده مش كده مش كده المشكله مش كده. ده الام ده الام تمام. طب في الكافيتي ده اهو خلاص الراس دخل في الايه دخل في الكافيتي دخل في هذا الكافيتي. هذا الكافيتي ده هو هنا هو الاسكال سباين من هنا وهنا الاسكال سباين من هنا. انت بتعمل بي في وبتحس اللاترال بولز هيقل. لو حسيت الاسكال سباينز وحسيت انهم بروجيكتد ممكن تقول ان ده في مشكله ان الطفل ده هينزل. طالما حسيت برومننت اسكال سباين على الجنبين بصبعي ده ممكن الطفل ده ما ينزلش ما يعديش. ده كونتراكشن نتيجه ان الاسكال سباين مور برومننت ومور انورد افكت وده مش موجود في الفيميل النورمال. تمام. نيجي للاوتلت اوف ذا بيلفس. الاوتلت لو اوتلت هبص للبيلفس من تحت. هبص للبيلفس من تحت. هلاقي الاوتلت بتاعت البيلفس شكلها دايموند شيب. لو بصيت من تحت هنا اهو ده البيوبيك ارش اهو السيمسز بيوب ده اسكاب ديوبروستي اهو. هبص انا من تحت وراهم السيكرم والكوكس. هبص من تحت من هنا. بص الاقي ايه؟ ادي اللوبيك ارش اهو وادي الاسكير تيوبروسي اهو وادي السيمسز بيوبس اللي كانت موجوده اهي وادي السيكرام اهو والكوكسكس اهو من ورا اهو. مش هو ده المنظر من تحت؟ انتوا متخيلينها؟ متخيلينها ولا لا؟ تمام. ما بين الاسكاتيوبروستي وما بين السيكرام في سترونج ليجامنت ساكرو تيوبراس ليجامنت ساكرو تيوبراس ليجامنت وده الاوتلت بتاع البيلفس الاوتلت دايموند ان شيب. لكن هنا الانتروبوستيرو ديامتر هو الاطول 13 سم. الترانسفيرس ديامتر ده هو 11 سم. الفا ده الانتروبوستيريور كان هنا هو 11. لا ده الترانسفيرس ولا 11. الترانسفيرس كان هنا 13. لا الترانسفيرس هنا 11 والانتروبوستيريور 13. الفا الفا تمام. ده البيلفيك اوت. الانتروبوستيريور ديامتر از ذا موست وايدست 13 سم. ترانسفيرس ديامتر 11 سم او 10 سم.
او 10 سم. طيب انت كلينيكال ازاي تعرف الاوتلت ده مش نافع؟ ابص الاقي لو شفت الانجل ده اللي تحت السنسز بيوبس البيوبيك ارش ده هو وايد انجل ده هيبقى حلو يعني في الانجل اللي هو وايد غير ما تبقى كده تبقى نار ده الميل لكن الفيميل تبقى وايد صاب بيوبيك انجل. ثانيا اجي عامل الاربع صوابع بتوع الفيست بتوع الفيست ده الايه؟ القبضة بتاعتي اهي يعني قبضة اربع صابع والاربع صابع ده هو احطهم ما بين التو اسكيال تيوبروستس لو دخلوا او ان المسافة بين الاسكيال تيوبروستس ده هي دي اكوميديت الفور فينجرز ده هم بتوعي اكوميديت يعني ايه؟ يعني ده بون وده بون وصابع اهي وده بون وده بون يعني اكوميديت اعرف ان البلفس ده حلو والهيد هتنزل لو ان الفور فينجرز اوف ماي فيست داز نوت اكوموديت ما بين التو اسكال تو بروس ده كونتراكتد اوتلت ده كونتراكتد اوتلت ذكيه يعني وانت وهي بتقول كده برضه تيجي عامل فيست بتاعتك وحاططها ما بين التو اسكال تو بروس قالتها كويسه هتطمن لقيتها مش كويسه ما تطمنش تعرف ان في مشكله في الست دي وذلك اعرف ان في اوتلت كونتراكشن الطفل هيقف هنا مش هينزل الا لو مسكت فورسبس بقى وشديته والمستشفى كلها جت ورايا تشد عشان تطلع بيبي وذلك انت بحركتك ممكن تعرف ان دي اوتلت كونتراكشن ده انلت كونتراكشن ده كونتراكتد بيبس وانت بتولد الست سمتايمز احيانا انت مضطر انك انت تطمن نفسك نفترض الست قعدت غابت وبلفس حلو زي بعض ما مش مستعجل غابت وبلفس وحش لا بقى لا لان الكونتراكتد بلفس ده هو في منتهى الخطوره ليه بقى؟ نمره واحد الطفل مش هينزل بيسموها ديستوشيا يعني ديفيكالت ليبر نمره اثنين ممكن الممبرين اللي حوالين الطفل يحصل لها رابشر ايرلي رابشر ممبرين والكونتراكشن كونتراكشن تبقى على البيبي والبيبي يموت نمره ثلاثه مال برزنتيشن المفروض الطفل ينزل براسه والاوكسبت اللي قدام لا ممكن ينزل بالعرض مال برزنتيشن ممكن اليوترس يقعد يكونتراكت كونتراكت والطفل مش راضي ينزل اليوترس يزهق يحصل انيرشيا خلاص يبطل كونتراكشن. الكونتراكتد بلفز ده فيري ديفيكالت فيري سيريس. فلازم انا احسه كلينيكالي واعرفه كلينيكالي زائد الانفستيجيشن بقى اللي عندي هي اللي طبعا بس انا لازم ليا القدره ان انا احس ان انا مش اله. فاشوف ان كونتراكشن اوت كونتراكشن وزيك لما بعمل في في بحس اللاترال وول بتاع البلد شوف الاسكال سباين اخباره ايه بحس البوستيريور وول بتاع البلد شوف السكرم كونكيف وحلو ورومي ولا فلات ونازل تحت وبحط اربع صابع ما بين تو اسكال تيوبروستس واشوفهم هيدخلوا اوكي كويس اوت حلوه مش هيدخلوا خلاص اشوف الانجل دي لو هي وايد انجل اوكي لو هو اوبتيوز انجل زي المين ما تريحنيش انتوا فاهمين حاجه؟ انتوا فاهمين؟ فاهمين؟ طب اللي انتوا مش فاهمينه بقى؟ اللي انتوا مش فاهمينه الراس بتنزل بتدخل الانلت كده ترانسفيرس كده ادي الاوكسيديت اهو اللي هو ده الاوكسيديت وادي وشها اهو مناخيرها الراس لازم تدخل البلفس ترانسفيرس ليه؟ لان الترانسفيرس دايما بتاع الانلت اكبر واحد
فلازم الراس تنزل ترانسفير الاوكسيد دهوت يبقى في ناحيه ودهوت يبقى في الناحيه الثانيه وهي نازله ترانسفيرس. اوكي صح. لما تيجي تطلع هتتبع نفس القانون، هتطلع بي يعني هتبقى الاوكسيد لقدام وده لورا عشان تطلع من او اوسع دام اهو، ادي بقها اهو وادي الاوكسيد اهو اداها اهو. اما تيجي تطلع تطلع كده لان ده اوسع ديامتر في الاوتلت، صح ولا لا؟ صح؟ صح. فهي وهي داخله داخله ترانسفيرس لان داخله في الوايدست ديامتر. اوكي. لكن عشان اطلع لازم اطلع الاوكسيدت لقدام ومناخيرها وجوزها لورا عشان يبقى الطول، لان الهيد بتاعت البيبي اطول حاجه الانتر بسوت ديامتر في الهيد اوف ذا بيبي، فلازم الهيد بتاع اللونج اكسس بتاعت الهيد لازم تفولو اللونج اللونجست باس واي. اوكي اوكي ولا لا؟ كيف يحصل الروتيشن؟ جدع. كيف يحصل روتيشن؟ في عفريت بيجي داخل وعامل لها روتيشن. بص بقى سبحان الله، بص بص الموقف ده، بص بص عشان تعرف ان الخلق ده مش اي كده ابدا ابدا. الراس دخلت ترانسفيرس اهي، نازله ترانسفيرس، لو سبتها ترانسفيرس مش هتعدي. ابص الاقي البيلفيك فلو اللي هي الليفيتوريناي ماسل، الليفيتوريناي ماسل جايه من الناحيه دي وجايه من الناحيه الثانيه وماسكين في الميدل لاين مع بعض عشان يعملوا بيلفيك فلو، صح ولا لا؟ ها ادي 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 هيبون ادي هيبون، والبيلفيك بروتين ماسل فايبرز جايه من هنا مسكين وفي الميدل لاين، واليوريسرا والفاجينا والحاجات دي كلها بتختلف، لكن جايين من بص جايين اوبليك. ماسكين في الميدل لاين مع بعض لكن نازلين اوبليك عاملين زي الجتر. تعرفين جتر يعني ايه؟ يعني فايبر جايه كده وجايه كده وجايين اوبليك كده اهو، فعاملين فيهم منحنى في النص ما بين جتر. جتر يعني حته نازله لتحت، بس الجتر ده هو كمان مش بس كده، ده دايركتد فورورد وانتير وداونورد، يعني جاي كده اهو كده اهو وعامله الجتر، والجتر اصلا دايركتد كمان نازل فورورد وداونورد. الراس وهي نازله تصطدم بمين؟ بالبلفيك فلور. تيجي لفه عشان تاخد الاكسس بتاع الجتر. ببص الاقي تحصل روتيشن، الروتيشن سببها اساسا مين؟ بالبلفيك فلور. عشان كده لو البلفيك فلور ويك يحصل مال برزنتيشن ومال روتيشن ومال ومال واي مال، عشان البلفيك فلور از فيري امبورتنت، لان الروتيشن اهو حصل اهو. لو ما فيش بلفيك فلور حلو الراس تنزل ترانسفيرس مش هتتولد، تضطر تعمل سيزيريان تيجي فتح مش تنزل، انما دي بيحصل لها روتيشن بحيث ان الاوكسيبت تطلع لقدام، الاوكسيبت تطلع لقدام قدام هنا والراس لورا، ومش كده وبس، تبص تلاقي الجتر كده الجتر اهو ونازل داونورد وفورورد، اما الراس تيجي نازله انا اهوت ابص الاقيها تيجي ايه لفه، بحس ان ده كده كده، وبعدين عشان مايله لتحت يحصل لها فليكشن، ابص الاقي الراس فليكسد نازله فليكسد، يعني نازله ولو ما نزلتش فكره تبقى مصيبه وسوء ويوم اسود، لازم الراس اهي وهي نازله كده اهو فليكسد، الاوكسيد بتاعها وبوز اهو وفليكسد على نفسها فليكسد، اللي بيعمل فليكشن ده البيبر فلو.
والتن الراس نازله من هنا اهوت الاوكسيدت لقدام وفليكسد لغايه ما تطلع الاوتليت. هي فليكس يحصل لها النيك اكستنشن وبص الاقي وش البيت قدامي على طول. ولذلك نورمالي الطفل بيتولد باي اكستنشن اوف ذا نيك لانها كانت فليكس. ومنتين فليكشن ده معناه ان الطفل ده هيتولد حلو. والاوكسيدت قدام معناه انه فيري ايديال. وفليكسد يبقى فيري ايديال. لان اول ما يطلع على الراس تبص تلاقي تلقائي الطفل عمل اكستنشن وبص لك. وطبعا اتخض من وشك ده. لكن هو لازم تبص نازل فليكس اول ما يطلع نازل يعمل اكستنشن. بصيت لك كده يلاقي وجوه يومئذ يبكي هو بيبكي بس بالذات منك انت. انك انت بتدخل هتدخل الاوضه مختفي. لغاية ما نشوف الجاوية. تعرفين النكتة بتاعت الطفل اللي اتولد؟ تعرفوش؟ كان في ايه؟ دكتور امراض نساء وواحدة حامل فرحت فعمل الترا ساوند لها ثلاثة بيبيز. اوكي. جت في المتابعة ثلاثة بيبيز. اثناء الولاده جاء دخل وعارف ان فيه ثلاثه فنزل الاولاني فلقاه سينوز وما بياخدش نفسه فجه قلبه وجه خبطه على ظهره كف جامد عامل استيميشن ريسبيريشن بدا الواد يصرخ وياخد نفسه وبقى كويس. جه حطه في الايه؟ في عسري. مسك الثاني نازل الثاني جه منزله لقى نفسه زيه برضه لا بيتنفس وازرق وحالته حال. جه برضه ماسكه رجليه وجه خبطه على ظهره بكف جامد. جه الواد واخد نفسه والرئه اتفتحت وبقى كويس وصرخ وعيط. جه حطه مع اخوه. فاضل واحد يدور على الواحد ده مش لاقيه. يقول الحكم مش هم كانوا ثلاثه؟ قلت له اه دكتور ما مش لاقيين خالص. فالمهم الدكتور قال يمكن احنا غلطنا في العد وهم الظاهر كانوا اثنين بس. انا خلاص همشي وانت نظف المكان وايه وامشي. الدكتور خد بعضه ومشي. اول ما مشي جه الثالث بقى باصص من الفاجاينا يقول لي الحكيم ايه؟ الدكتور اللي بيضرب العيال مشي؟ هيك اه نكتة وحشة صح؟ One of the main functions of the pelvic, strong pelvic floor, ان يحصل روتيشن للهيد اثناء النزول بحيث انها تبقى اوكسيبيتو انتيريور. اوكسيبيتو انتيريور يعني الاوكسيبيت ده قدام انما ده ترانسفيرس اللي هي داخله بيه. اوكسيبيتو انتيريور وفليكس. انت عارف لو الهيد مش فليكس مش هتتولد. يحصل لها الريست وتضطر ممكن احيانا تدخل ايديك عشان تعمل لها فليكشن بايدك بالعنف. فسبحان الله الجتر ده عشان تلف ويحصل لها منتين فليكشن ويتولد الطفل باكستنشن وده نورمال. ده النورمال نزول الطفل ده. طيب okay.
لو انا بصيت للبوزيشن بتاع الكلبس النور دي سنتي زوم صحيح وادي الزكرة اهو والكوكسس اهو وده الانجل هبص الاقي الابر بوردر بتاع السنتي زوم ده هي وانا واي واحد واقف هبص الاقي الليفل بتاعه بتاع الانتيريور سوبيريور ايليك سباين الليفل بتاع الانتيريور سوبيريور ايليك سباين has the same level of the upper border of the symphysis pubis ده normal position بتاع البيبس وانا واقف symphysis pubis اهي والانتيريور سوبيريور سباين اهو الابر بورد بتاع سيمتوس جروبس ذا سيم بلين مع انتوس جروبس سباين عشان كده ابص الاقي نورمالي سيمتوس جروبس ده هي دايركتد باكورد اند ابورد والسيكرم كونكابس ده هي دايركتد داونورز اند فورورد وادي الان ده اهي وادي الاوت اهي فده النورمال اورينتيشن بتاع البلس خلاص اديته ممكن لو اديته نخليها لغايه الساعه 11 ممكن يعني ناخد بريك 15 دقيقه بعدين نكمل ما انا هديكم البريك بعد 15 دقائق يعني انا عايز اخدهم كلهم مع بعضها وخدوا انتوا ال 15 بلاش انا هسيبكم دلوقتي اوكي بس هاجي لكم الساعه 11 نكمل الساعة 11، إيه رأيكم؟ أنا عايز رأيكم أنتوا عشان أنتوا المتلقيين. إذا كملنا الآن هننتهي على 11؟ إذا كملنا الآن ننتهي على الساعة 11؟ إذا أكملنا الآن هننتهي على الساعة 11؟ يعني مش هتبقوا 11 يعني؟ لا سؤال أسألك إذا أكملنا الآن هننتهي الساعة 11؟ لسه في كونتنت بتاع البلبس كله. يعني عندك الفيسز بتاعت البلبس. النربات بتاع البلبس لازم في حاجات لازم تعرفها في لاند مارك لازم تعرفها برضه البلاد فيسز اللي موجوده في البلبس دي ايه النربات اللي موجوده في البلبس سكر بريكسر يعني حاجه برضه لازم تعرفها تشوف الافضل نكمل الام نكمل الام طب انا ناخد هما الاثنين زي بعض هما الاثنين زي الزفت سواء كملت او جيم طيب المهم في حاجه ثانيه زي ما قلت لكم ان الهيد بتاعت البيبي بتنزل بالترانسفيرس دايمتر تبص تلاقي عيانه تقول لك ايه في الشهر التاسع بتاعها الشهر التاسع ابص الاقي اليوترس مالي بطنها والهيد بتاعت البيبي اهيت والبيبي مالي بطنها واصل لغايه سنسز بيوبس مش عارف تاخد نفسها وتنام مش عارفه تنام على ظهرها لان اليوترس مش طالعه الدافرين الكافيه ففي ودي ده نورمال كل ده كله نورمال في الليت ستيج بتاعت البريجنسي الشهر التاسع او اخره تبص تلاقي العيانه مش عارف تاخد نفسها مش عارف تاخد نفسها لان اليوترس مالي كل البطن وزائد الدافرين فوق تمام كده صح؟ فجأه يجي لك العيانة تقول لي أنا استريح نفس استريح نفسي استريح بس حاسة بوجع في رجلي وبيمشي رجلي ووجع جامد في رجلي أو في رجلي جنب واحد أو جنبين وألم شديد بس نفس استريح دي معناها إيه؟ نزل دي معناها معنى كويس جدا اول ما تقول لي ان نفسي بقى استريح معناها ان الطفل نزل لما ينزل الطفل الليفل بتاع اليوترس هينزل فنفسه هيتحسن لما الطفل نزل ضغط على السكرا بريكسس فعملها سياتيك فوجع رجلها ده ايضا اجود ساين يعني
ساعه ما تقول الكلمتين ده هم تقول لي وجع، بس في وجع في رجليا تقام الافراح وتنحر الذبائح، لان معناها ده ان حصل الهيد دخلت البيزنس، حصل انجيجمنت، هيد انجيجمنت يعني هيد دخلت البيزنس، ده معناها كويس، معناها ان البيزنس حلو والان بتاعته حلو، الطفل دخل هيد انجيجمنت، هيد انجيجمنت. الهيد انجيجمنت في الابدومال اكزامينشن لو مفيش انجيجمنت بحس بهيد تعب، لما بيحصل انجيجمنت ما بحسش بهيد، والاقي الليف بتاع اليوترس نازل والعين الشيك من سياتيكا، والسياتيكا نتيجه ان الهيد اللي نازله دي ضغطت على السكرال بلكسس وعملت لي سياتيكا، والسياتيكا دهيت على فكره مش حاجه خطيره، ممكن العيانه تخف منها بانها تنام على جنبها، ما تنامش على ظهرها، لو نامت على جنبها تستريح يروح الالم، بس الاثنين ده انا قصدي ان ده جود ساين، معناه ان الهيد دخلت من الانل ودخلت البلبس، بيسموها هيد انجيجمنت. جود ساين ايه؟ ها؟ جود ساين ايه؟ جود ساين ان الليبر ماشيه حلو، الراس نزلت، يعني الراس نزلت دخلت جوه البي، يعني معناها في طريقها تطلع بره، يعني الانل حلو، لو الانل وحش ما كانتش نزلت خالص. نفترض واحدة لغاية الآخر خالص ونفسها مطروش والهيد أنا حاسسها وآدي راسها من قدام مش هينزل بقى خلاص بقى. السيزيريا معصولة وجفاف. إنما ديت بتقول لي وسيادك والهيد نام ده دماغ حلو حلو قوي قوي قوي. معناها إن الليبر ماشية حلو والطفل نازل في الحوض. نازل في الحوض دي أمنية أي طبيب وأمنية أي مريض حامل. الطفل ينزل نزل فوق خلاص يعني في طريقه لبره. علامات ان حصل انجيجمنت هيد انجيجمنت هيد دخل جوه البلبت العلامتين دول كلينيكال. طبعا بالالترا ساوند هيبان كل إيه. لكن انت كلينيكال انت قاعد تقيم تقيم المريض قاعد كده تفكر مخك شغال ده عيانه تحس برجلها وجعاه حلو ما خلاها توجعها شرط اتكسر حتى ده معناها حلو معناها ان الراس نزلت وانا قاعد كده اهو مع انت جاي تشتكي عن تقول النفس بقى كويس وهي في اخر اسابيع الحمل دي علامه حلوه اكشف عليها الاقي اليوترس نزل على المكان الراس مش حاسسها دي معناها انها نزلت في الحوض حصل انجيجمنت حصل انجيل انت فاهم حاجه؟ دكتور لو حصل مال برزنتيشن للهيد للبيبي ممكن ينزلش لا في الاوتلت ما تحصلش اصل هتحصل في الشارع بقى مال برزنتيشن في الشارع يحصل ان شاء الله حتى يرقص الطفل طالما بره ما يهمنيش فلو حصل في الاوتلت خلاص ده قدام الراس اهي هيجي يعمل حركه ويقدر وراسه كده اهو حاجه انا شده ومطلعه لبره ما هيصير بريك البلكسس انجري؟ لا بريك البلكسس انجري ده هو انا شديته في حاجات معينه يعني شديت دراعه اكتر لو هو اكستندد وانا شديته هو اصلا بريتش وبعد ما نزلت الراس اكستندد فشديت فقطعت البريكر ده في مواصفات عامه لكن انت بتقول لي مال برزنتيشن بعد الاوت ايوه مال برزنتيشن بعد الاوت تطز فيه ده انت بره اهو قدامي هتعمل لي مال برزنتيشن هتخبطك على وشك على طول تعالى فايه لان قدامك خلاص مال برزنتيشن انا بخاف من مال برزنتيشن وهو داخل الان عشان ممكن ما يخش الان او هو لسه هيطلع من الاوت عشان ممكن يطلع ده اللي بخاف من المال برزنتيشن لكن واحد طلع قدام وشه قدامي والله لو عمل ايه كتر الاولاد الاولى كانت سهلات اللي بعدها خلاص برضه تكون سهلات يوجوالي بس كل حاجه لها وضعها يعني ممكن ايه تبص لها في الولاده الاولانيه مثلا عشان لسه برايمي بتلاقي لونج ليبر ده ممكن تقعد 24 ساعه تولد ده نورمال برضه
ثانيا ممكن الطفل يكون صغير والبلف بتاعها كويس يجي نازل الطفل فاجينال ليفل. ممكن تولد تاني وسط حامله فيل صغير وهي البلبس مش ايه مش عارفة عشان ايه مش هيطلع هتضطر تعمل سيزاريا. ممكن بعدها الطفل يبقى كويس حجمه كويس والبلبس ينزل فاجينا. فكل ولاده بيبقى لها ايه الا لو كانت السيزاريا عندها كونتراكتد بلبس اصلا يعني هي مصنفه او مشخصه ان هي كونتراكتد بلبس الحوض بتاعها ضيق. فكل الولادات اللي هتيجي بعد كده تبقى كلها سيزاري عشان ايه البلبس كونتراكتد مش هينزل الطفل منها. لكن كل واحده لها ظروف كل حاجه. اوكي انا هسيبكم واجي لكم.